بسم الله نبدأ، بسم الله نستعين، وعليه نتوكل، منه دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح. المتابعين في كل مكان، نحييكم من ميدان أبو سمرة لسباقات الهجرة العربية الأصيلة، بناء على توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورحمه. تقام سباقات الهجن في جميع ميادين الدولة. نحتفل اليوم بسن الإذاعة وسن الإبداع في هذا الصباح الجميل، صباحية يوم الأحد 15 من شهر مارس لعام 2020 للميلاد. نسير مع الشوط الأول، الشوط الرئيسي للأبكار المحليات الأصايل البحر إلى مقدمة هذا الشوط. نسير بهذه التحديات، نسير بهذه المسيرة المستمرة إلى المركز الأول، إلى الحذرة 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 الحذرة. تتصدى غايمة الشوط عم هيب ساري بن علي المنصوري، من يقدم لنا الحذرة مع مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني العزوم العزوم العزوم، ناصر بن عبد المحسن بن ناصر الهاجري الهاجري، من يقدم لنا العزوم. انتقل الآن مع المركز الثالث، المركز الثالث محمية العشوش سيف بن حمد بن صالح الظاهري، من يقدم لنا محمية العشوش بهذه اللحظات. بينما المركز الثالث وصول، يا سلام يا سلام، هذه الظفرة، ادخلت الظفرة، مطر بن غدي بن حمد الدرعي وصل إلى المركز، إلى المركز الخامس، المركز الخامس بهذه اللحظات، المركز الخامس. شوف المسافة، المسافة مع المركز الخامس، هذه الآن اللي عليها رقم 5 وهي في المركز الخامس، اسمها خيرة الصغير بن محمد بن سعيد النيادي. بينما المركز السادس، المركز السادس وصلت حظ، وصلت حظ مغير بسالب الحارب العميمي. والمركز السابع ملغوثة ملغوثة عتيق بن عوض بن زيتون المهيري. المركز الثامن عليها رقم 8 وهي في المركز الثامن، واسمها مرموق محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي. والمركز التاسع عندك، عندك يا ابو، عندك يا ابو محمد يشفع الرسالة بالعيد المهيري، يقدم طيفه. والمركز العاشر عندك يا ابو مطر، هذه الشاهينيه صالب بالغمشي بن محمد المحرمي. هذه النتيجه للعشره المراكز الاولى، للعشره النجوم، 10 على 10 مع الشو الأول، مع الشوط الرئيسي، مع شوط الضباب. بهذه الأجواء، الأجواء اليوم ملبدة بالغيوم، نتمنى إن شاء الله أن تكون أمطار خير وبركة تعم على دولة الإمارات كافة، وخاصة مدينة العين، مدينة الخضرة والجمال. نسير بهذه الأجواء الماطرة، ما شاء الله أجواء جميلة بهذا الصباح الجميل والمميز. نسير على مقدمة هذا الشوط، يا سلام، هناك الفراد، هناك الفراد مع مقدمة الشوط، مع الهاجري، مع الهاجري على مقدمة الشوط. ولا حصل تغيير مع المركز الأول؟ لا حصل تغيير من قبل الظفرة، الظفرة الظفرة بدأت الآن تظفر بالفوز على مقدمة هذا الشوط في مدرج رقم 1. يقدم لنا الظفرة، يقدم لنا الظفرة مع
مطر بن غدير بن حمد الدرعي، الدرعي والدرعي لا زال مسيطر على مقدمة الشوطة، على شعاره مسيطر على ظهر الظفرة. بدينا الآن انتصفنا الطريق في هذه اللحظات، قطعنا 3 كيلومترات وتبقى علينا 3 كيلومترات على نهاية الشوط. يا الدرعي يا مطر يا بن غدير يا الدرعي، حافظ على هذا الموقع الممتاز، موقع الفوز وموقع الانتصار. هذا هو الموقع، الجميع المشاركين يبحثون عن هذا الموقع الممتاز، بينما المركز الثاني لا زالت مع المركز الثاني اللي العزوم، العزوم عند الهاجي يقدم لنا العزوم مع المركز الثاني بهذه اللحظات. العزوم للسيد ناصر بن عبد المحسن بن ناصر الهاجري، الهاجري الهاجري، هذه العزوم الآن ترقص طرب، بينما المركز الثالث متواجد الآن محمية العشوش. هذا معنى ذلك انها من انتاج العشوش، انتاج غني عن التعريف، يقدم لنا محمود العشوش سيف بن حمد بن صالح الظاري، يبحث عن ظهور، عن ظهور محمية العشوش. اوه وصل هون الرميلة، وصل راعي حمرة، بدأت بالاقتراب، وصلت الآن تتجول من موقع إلى موقع، وصلت حظ، وصلت حظ مغير بن سالم بن حارب العميمي، وصل هون وادي المسعود يمثلهم بهذا الشوط. بن محروم، بن محروم غادم بهذا الشوط مع مرموقه، والشوط مرموقه. يا بن محروم يا المحرمي محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي، ووصلت الان، دخلت الان بهذه اللحظات، وصلت خيره، خيره يا خيره الصغير بن محمد بن سعيد بن معيب الدنيادي، وصل بن معيب الدنيادي، ووصل بالزيتون، ووصل بالعيد، ووصل بالغمشي، وصلت الاسماء، وصلت لان بهذه اللحظات. طيب سالم بن عيد الفهيري، ووصلت لان اللي وصل لان مع بالزيتون، وصل بالزيتون عوض بن عتيق بالزيتون المهيري، يقدم لنا ملغوثة، سلالتي ملغوثة، وصلت بهذه اللحظات، وصلت الآن، ادخلت الآن هناك أيضا. ولكن بنقول خلاص، بنقول بشوف التاسعة عند الغبشي، هذه سالم بن محمد، سالم بن الغبشي بن محمد المحرمي، يقدم لنا الشاهينية بمطر بهذا الشوط. ولكن بسير بعد ما عدينا المراكز الأولى، بنروح هنا وين؟ بنروح هنا مقدمتي هذا الشوط اللي عليها رقم 1، وهي في مدرج رقم 1. الله عليك، الله عليك يا ابو حارب، دائما وابدا تجد في مقدمة الاشواط يقدم لنا حظ، هذه حظ الان مع مقدمة الشوط، ولها نصيب الاسد في حظوظ الفوز. بدينا نقادر لائحة الاعلام، الكيلو المتر الاخير يا مغير يا بن سالم يا العميمي، ولكن وصل بن محروم بالفعل، بن محروم يا سلام، غادم بن محروم بهذه اللحظات، وصلت، وصلت مرموقه، مرموقه مرموقه، محمد بن عبد الله بن محروم المحرمي يقدم لنا مرموقة. ولكن خلاص نكتفي بهذا الغدر، بسيم الطمش لي، بنطمش على على حظ، على مقدمة هذا الشوط. يا سلام، عصاها ببطانها، ما قالها شيء، ما قالها شيء ناصر بن مغير العميمي، واحد من دكاترة، من الدكاترة الموجودين، دكتور ما شاء الله. هذه الان قادمة بدتان تقادر الى مقدمتي هذا الشوط. بنقول خلاص، بنقول خلاص، الا الميتين متر الاخيرة، الميتين متر الاخيرة، وبسلم، بسلم الى هون الرميلة. اسعد الله صباحكم بكل خير على ظهر حظ للسيد مغير بن سالم بن حارب العميمي. اسعد الله صباحك يا ابو حارب بكل خير، وانت تقدم لنا حظ بهذه لحظات، هذه لحظات الوصول الى خط النهاية، معنى الفوز ومعنى
تحدي الشوط الاول الرئيسي ما شاء الله، بينما المركز الثاني مرموقه ما قصرت محمد بن عبد الله بن بحروم المحرمي، والمركز الثالث وصلت الى نسيب محمد عبد الله بن بحيرود النادي المركز الرابع ملغوثه عوض بن عتيب بزيتون بعيد الخامسه. المركز الخامس الان للسيد الخامسه وصلت في لان للسيد السسيف بن حمد بن صالح الظاهري، التوقيت الزمني لهذا الشوط سجلت 9:31 جزء من الثانيه، نقدم الثاني والناموس.